السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الاسد. برج الاسد صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. بتعاني من سحر، من قرين، من تبيعه، من اي حاجه؟ اكتب تم يوصلك لينك قناتنا الثانيه اللي هتلاقي عليها العلاج باذن الله. استغفر ربنا وانزل في الكومنتات واكتب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونشوف مع بعض التوقعات بتاعتك والاحداث والتبشرات، وان شاء الله باذن الله يكون عندك التغيير المطلوب اللي انا بدور عليه يا برج الاسد الايام اللي جايه، علشان انت الايام دي احوالك مش عاجباك. بسم الله ما شاء الله. برج الاسد مأذي، مالك بس يا برج الاسد؟ ما انت كنت من فتره كويس. برج الاسد اليومين دول باله مشغول بفلوس، باله مشغول بناس تعباه ووجع قلبه. طيب بص يا برج الاسد، اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. اول حاجة ان شاء الله باذن الله هيكون عندك تغيير عتبة، تغيير سكن، تغيير المكان اللي انت تعبان فيه حاليا. عندك كمان هنا لقاء، اللقاء ده مع اشخاص جدد، مع ناس جديدة، مع ناس هتلاقي فيها راحتك. بس خلي بالك العين رصداك من المقربين اللي في حياتك، العين من الناس اللي هم مقربين. عندك كمان هنا اعداء على هيئة بشر، يعني اعداء عاملين ان هم بيحبوك، بس صدقني هم مش بيحبوك، هم بس بيحبوا اللي معاك. فياريت تخلي بالك كويس جدا من الاستغلال اللي ظاهر ده في حياتك. الفترة اللي جاية هيكون عندك تقدم، بس خلي بالك هيكون عندك شوية امور صعب ان انت تستحملهم. في كمان يا برج الاسد حلم، الحلم ده انت نفسك توصله، او امنية حاططها في بالك نفسك ان هي تتحقق. ما تقلقش، كل حاجة هتتحقق باذن الله. انت هنا منتظر، ايه اللي انت منتظره يا برج الاسد الايام دي؟ منتظر خبر، منتظر فلوس، منتظر مال، الله اعلم. برج الاسد اليومين دول منتظر حاجات كتيرة جدا تتحقق، هو ماشي في طريق خير. الاسد حاليا ماشي في طريق خير، ماشي في مشوار، ماشي في موضوع، ماشي في جواز، الله اعلم، بس هو ماشي في طريق خير. برج الاسد يحضر نفسه علشان عنده فترة فيها راحة. انت الايام دي منعزل، منعزل عن اهل، منعزل عن احبة، منعزل عن حاجات كتيرة جدا، وكاتم في نفسك وساكت. بس انت لو انفجرت الفترة دي مش هتسكت خالص يا برج الاسد. الفترة دي زي ما قلت لك انت بالك مشغول بالفلوس، بس برضو بتحمد ربنا وتقول الحمد لله. الحمد لله على كل حاجة. عندك الايام دي لخبطة في النوم، عندك لخبطة في امورك، كلها فترة وهتعدي. انت الفترة دي لازم تكون هادي شوية، وبلاش العصبية، وبلاش العشم الزايد في الناس يا برج الاسد. بلاش تعشم قوي، علشان اللي انت هتتعشم فيهم قوي هو اللي هتلكش منهم غير وجع القلب. انت اليومين دول خايف على حاجات كتيرة جدا، وعمال تفكر هتفضل لحد امتى زي ما قلت لك تيجي على نفسك علشان تراضيهم. محدش هيتمر فيه، ما هو ده اللي تعبك، هو ده اللي مخليك حزين لحد دلوقتي، انه محدش تمر فيه اللي انت فيه. بإذن الله ايامك اللي جاية هتبقى خير، وهتبقى نور وسعادة وقلبك وجبر خاطر وراحة بال، بس انت قول امين. بإذن الله يا برج الاسد حالتك النفسية هتتحسن. انا عارفة ان انت حالتك النفسية حاليا تعبانة، بتمر وحاسس ان الدنيا صعبة، خزلان من القريب، صدمات من القريب. حاليا برج الاسد ممكن يكون بيتعذب وبيموت، بس عندك انفراجات وعندك تألق وفترة راحة الايام اللي جاية. يعني انت اللي فات ده اتعلمت منه كتير، يعني اللي فات ده كله اتعلمت منه، اتعلمت كتير جدا، اتعلمت ان انت ما تديش، اتعلمت ان انت تخلي بالك من نفسك، اتعلمت حاجات كتيره جدا، وفي نفس الوقت اتعلمت ان انت ما تديش اهتمام زياده عن اللزوم. فما تقلقش يا برج الاسد، يبقى اللي فات فات، خليك بس ركز على اللي جاي. اللي جاي هيكون فرحه وهيكون سعاده طول ما انت واثق من نفسك. انت بس التزم
بأكلاتك الصحية علشان خاطر انت مهمل في صحتك الايام دي جدا، ولا نوم كويس ولا اكل كويس ولا شايف صحتك ولا شايف اي حاجة في حياتك. لا، خد فترة من الراحة علشان انت بتعاني من وجع في جسمك، فلازم تاخد راحة ولازم كده تستعيد ثقتك بنفسك وتظبط امورك. برج الاسد بدأ يقول انا هفضل لحد امتى تعبان ومهموم، انا عايز اشوف حياتي، انا ما كنتش كده. انت بالفعل ما كنتش كده يا برج الاسد، انت كنت متألق، كنت عايش حياتك رغم ان كان في لخبطة في حياتك، بس كنت بتعدي، كنت بتعدي. والايام دي بتقول انا سايب كل حاجة على ربنا، بالفعل سيب كل حاجة على ربنا، بس اعمل حدود بينك وما بين اشخاص، اعمل حدود بينك وما بين ناس ظلمتك، واعمل استوب علشان تشوف اللي جاي يكون احسن في حياتك. عندك اكتمال موضوع او مشروع حلو هينجح. طاقة الحزن اللي جواك دي اطلع منها، طاقة الحزن دي اطلع منها. عندك تغيير، انت بتحاول تشتغل على نفسك وتكمل، بتحاول تكمل. في اشخاص حواليك بيحوموا، في اشخاص حواليك بيحوموا، في اشخاص عايزين يكسروك. برج الاسد، انت حياتك كلها طعنات في غدر في خيانات، حياتك كلها طعنات في غدر في خيانات. في حاجة جواك مخلياك زعلان، في حاجة جواك مخلياك مصدوم من اقرب الناس ليك، لدرجة ان انت معمول لك مشاكل من طوب الارض، معمول لك مشاكل من طوب الارض. شايف ابتسامتك اللي دايما مسحوبة، ابتسامتك اللي دايما مسحوبة. عندك موضوع حينور الفترة اللي جاية. عندك حرف العين وقع عليك ظلم منه، حرف النون، حرف الالف، الحروف دول وقعوا عليك ظلم منهم، ظلموك وجوا عليك وكسروك. انت تعبت من شيل المسؤولية وشيل الحمل لوحدك، انت شايل هم الدنيا كلها، شايل هموم على كتفك. الاحلام اللي انت بتحلمها بتتحقق، وعايز اقولك ان انت الحلم اللي حلمته ده هيتحقق في الخير. طول عمرك مظلوم ومحسود، طول عمرك محسود ومظلوم، حتى الألم ماشي في دمك. كل ما بتتعرف على حد بتبقى معاه كويس وبتقدم له الخير، ما بتلاقيش غير الغدر والخيانة، ما جاش غير منه هو. اصبر اصبر علشان عندك انطلاقة حلوة وعندك فرحة في أرض بيتك. الناس اللي انت وقفت معاها عملوا عليك نميمة، الحاجات الناس اللي انت اتكلمتها وعملوا عليك نميمة، ظلموك، ظلموك وجوا عليك. عندك برج التور ظلمك، برج العذراء كسرك، برج الجدي بينك وما بينه مشاكل. عندك برج التور ظلمك، برج العذراء سرقك، برج الجدي بينك وما بينه مشاكل، بس عايز اقولك ان انت قلبك اللي اتكسر هيرجع يلم تاني، قلبك اللي اتكسر هيرجع يتلم تاني، علشان ربنا هيبعت لك الحياة الحلوة اللي تستاهلك وتكون من نصيبك. دموعك بتنزل على طول يا برج الاسد، دموعك بتنزل على طول. في حاجة انت بتتمنيها ونفسك تتحقق، والله العظيم هتتحقق، عشان عندك فرحة واخيرا حياتك هتتحسن وهيبقى عندك فرحة. عايز اقولك ببان السماء ان شاء الله بإذن الله هتتفتح في وشك، وهيكون عندك انطلاقات حلوة جدا جدا جدا. ناس كتيرة جدا نصبت عليك واستغلت طيبة قلبك، ناس كتيرة جدا استغلت طيبة قلبك وكسروك. الديون اللي عليك دي هتتسد، الديون اللي عليك دي هتتسد. انت عندك قضية او عندك مشاكل مع العيلة بسبب ورث وبسبب مال، بسبب ورث وبسبب مال. شايفة كمان ان انت هنا محسود من حد من العيلة عندك، وعندك جيرانك وزمايلك في الشغل، وعندك ناس كتيرة جدا حاسداك رغم ان انت ما عندكش اكتر منهم، هم اللي عندهم اكتر منك، بس برضو محسود. لو انتوا قاعدين في بيت عيلة، فبيت العيلة ده كله مشاكل ونكد، وعشان كده انتوا بتفكروا ان انتوا تطلعوا منه باي طريقة. الوسواس مش سايبك من حالك، الوسواس مش سايبك حالك، عندك حالة نفسية رهيبة انت يا برج الاسد. شايفة كمان ان انت كنت علاقة مع برج العقرب زي ما قلت لك، والاحسن ان انت نهيتها علشان ظهر لي تاني، ظهر لي تاني، وعاي معنى ان هو يظهر لي تاني ان هو عايز يرجع لك او عايز يكلمك او بيراقبك من بعيد، بيراقبك من بعيد وانت مش عارف. خلي بالك، خلي بالك، كان في علاقة مع برج الجوزاء، برج الجوزاء كان متسرع وكان متعدد العلاقات، كان متعدد العلاقات. عندك حد مسجون او حد في ضيقة من برج السرطان، عندك حد في ضيقة او في خنقة من برج السرطان. شايفة كمان يا برج الاسد ان انت ما عادش عندك طاقة ولا عاد ان انت تستحمل، ما بقاش عندك طاقة ولا عاد عندك، ولا بقيت تستحمل اي حاجة تتقال. خلاص انت بتقول لهم يا جماعة سيبوني في حالي،
يا جماعة أنا مش عايز حاجة من حد، انتوا ظلمتوني وكسرتوا نفسي، انت فيك اللي مكفيك، انت أوجاعك مش قادر تستحملها عشان خاطر ايه؟ خلاص تعبت، ما بقتش قادر تستحمل أي حاجة، كرهت كل حاجة، كرهت التجمعات، كرهت الحفلات، كرهت الخروج، لدرجة إنه بيتصلوا بيك تعالى نخرج، تعالى نطلع، تعالى نروح، تقول لهم لا أنا ماليش نفس، انا مش عايزه اتكلم مع حد ولا عايز حد يكلمني. الاشخاص اللي انت مرتبط بيهم وبتحبهم هم دول اللي بيجوا عليك وبيطعنوك، هم دول اللي بيجوا عليك وبيطعنوك. دايما الاشخاص اللي بيدخلوا حياتك مش كويسين، خلي بالك خلي بالك، انت وجودك بالنسبه لهم مكسب، وجودك بالنسبه لهم مكسب، ما تخليش حد يستغلك. انت بتسكت من كتر الطعنات والغدر، بدات تسكت، ما بقتش قادر تستحمل، ما بقتش قادر، كل اللي عليك ان انت عايز تمشي، كل اللي عليك ان انت عايز تطلع من اللي انت فيه، الضيقه والخنقه، وان انت كاتم في نفسك جواك حاجات كتير جدا، وبدات تقفل على نفسك البيبان. في ناس كتيره جدا بصلك يا برج الاسد ومش سايباك في حالك، في ناس كتيره جدا مش سايباك في حالك، ما تديهمش الفرصه، هم اصلا عايزين سقوطك، ما تديهمش الفرصه ان هم يسقطوك ويوقعوك وينافقوا في حياتك، بلاش ان هما تديهم الفرصة. انت ايه الحاجة اللي بتحوش فلوسك او انت نفسك تشتريها بس فلوسك متبخرة، فلوسك متبخرة، فلوسك مفيش اكتمال فيها، فلوسك مفيش اكتمال فيها. عايز اقولك انك كما تدين تدان، والله يا برج الاسد كما تدين تدان، هما بيكرهوك وبيغدروا بيك وبيحسدينك حتى على طيبة قلبك، يعني انت طيب حاسدينك على طيبة قلبك، حاسدينك على ملامحك البريئة، حاسدين على حاجات موجودة عند كل الأشخاص، بس انت هم بيستغلوك علشان وجودك مكسب ليهم، وجودك مكسب ليهم. شايفة كمان يا برج الأسد ان انت هنا، بص السحر، السحر السحر لخبط حياتك، السحر دمرك، السحر جاي لك من ناس مقربين منك، في ناس بتقرب منك علشان مصلحتها يا برج الأسد، خلي بالك في ناس بتقرب منك علشان مصلحتها، علشان خاطر تستفاد. زي ما قلت لك انت حلمت بهدية من فترة، حلمت بهدية من فترة وفعلا الهدية دي هتجيلك، الهدية دي هتجيلك. انت لما بتفرح بتحب تفرح كل الناس في حياتك، بتحب تفرح كل الناس. مين البنت اللي عندك شعرها طويل؟ البنت دي خلي بالك منها. ومين البنت اللي دخلت حياتك وطلعتها؟ ومين اللي عملوا لك سحر بينك وما بين الشريك، بينك وما بين الشريك؟ شايفة يا برج الأسد ان انت لو كتمت شوية على لسانك حياتك هتكمل. انتوا دايما بيسرقوا حياتك، فتاة الأسد انت سرق منك ميك اب وذهب وفلوس. فتاة الأسد خلي بالك، انت عندك خوف رهيب من بكرة، والله العظيم ربنا هياخد لك حقك عشان قلبك موجوع، ربنا هياخد لك حقك علشان قلبك موجوع. شايفين، شايفين الناس اللي بوشوش؟ انت عايز اقولك ان انت الناس المقربة منك الغالية اللي كانت عزيزة على قلبك دي كانت لابسة وشوش كتير، مش وش ولا اتنين، ده كانوا لابسين وشوش بالهبل، كانت لابسة وشوش بالهبل. انت كنت منتظر ان هم يقدموا لك الخير وبالعكس قدموا لك الشر، قدموا لك الشر. انت ما طلبتش منهم حاجة، ما عمر روح عزة نفسك عالية، انت لو محتاج حاجة ما بتطلبهاش، بتقول انا مش، بس سيبوني في حالي، سيبوني في حالي. انت ندمت ندم شديد جدا على الاشخاص اللي دخلتهم وعلى الصدمات اللي هم جاتلك، بس انت بتقول اعمل ايه؟ طيبة قلبي، بتقول طيبة قلبي. شايف، شايف الاعداء اللي حواليك؟ انت وقعت في حفرة من كام يوم يا برج الاسد، خلي بالك، وخلي بالك انه عايزين يوقعوا لك خف فخ، احذر، خلي بالك. عندك شخص غامض، عندك شخص غامض وكتوم، عندك شخص غامض وكتوم، خلي بالك. انت وقعت في ناس يا برج الاسد شياطين ما بيرحموش، مش كويسين. عندك سفر الاسد، الاسد عنده سفر ونقلة جديدة بإذن الله، الاسد عنده سفر ونقلة جديدة بإذن الله، فضل ربنا سبحانه وتعالى، عندك نقلة جديدة وفرحة في أرض بيتك. شايفة كمان ان انت هنا وقف الحال اللي انت فيه ده بسبب السحر هيتحل ان شاء الله. في خطوة عندك لازم تخطيها، في خطوة عندك لازم تخطيها علشان تنجح وتشوف النجاح اللي هينور حياتك.
عايزه اقول لك ان والله العظيم عندك انطلاقه حلوه. المكان اللي انت قاعد فيه حاليا هو فيه تعابين، بس هتطلع منه، هتطلع منه. بقالك فتره تعبان وبتعافر، بقالك فتره تعبان وبتعافر. عايزه اقول لك ان انت هتاخد خطوه لقدام باذن الله، والخطوه دي هتكون كلها خير ليك. انت اتصدمت جدا، بس الاحسن ان انت طلعتهم من حياتك وقفلت في وشهم البيبان. كان بينك وما بين الاشخاص او بينك وبين شخص علاقه، واتعمل عملتوا لبعض بلوكات، عملتوا لبعض بلوكات، بس الاحسن انت طلعتهم من حياتك. الاحسن ان انت عملت الصح. عندك نكران الجميل، ناس نكرت الجميل عندك يا برج الاسد، ناس نكرت الجميل. عليك ديون كتيره جدا، وعشان كده لما بتتكلم مع العيله حصل مشاكل، علشان خاطر مش راضيين يدوك حقك، مش راضيين يدوك حقك. انت يا برج الاسد عندك شخص منافق وخداع وكذاب، ممكن يكون اخوك او اختك، الله اعلم. عندكم حد من العيله منافق وكذاب، خلوا بالكم واحذروا. في ناس كتيره جدا مش سايباكم في حالكم، في ناس كتيره جدا مش سايباكم في حالكم، عايزين يطلعوكم من الدنيا يا برج الاسد، وانتوا خسرانين كل حاجه. عايزين يطلعوك من الدنيا وانت ما حلتكش اي حاجه، فلازم تحذر وتخلي بالك، علشان هم اصلا عايزين المشاكل ليك، مش عايزينك تكون مبسوط ولا عايزينك تكون مرتاح. بالعكس، هم عايزين يوقعوك بكل الطرق. انت عارف يعني ايه عايزين يوقعوك بكل الطرق؟ عايزين يكسروك، عايزين يعملوا منك، عايز انت لو ما تناولهمش اللي هم عايزينه، بلاش تناولهم اللي هم عايزين. عايز اقول لك كمان ان انت هيكون عندك جواز، هيكون عندك خبر حلو هتسمعه، ارتباط، خطوبه، الله اعلم. مين الشخص من المقرب منك اول ما بتشوفه قلبك بينقبض على طول؟ اول ما بتشوفه قلبك بينقبض على طول. بتحس قد ايه هو شخص منافق ومخادع، بتحس قد ايه شخص هو منافق مخادع. في موضوع او في مكالمه، في موضوع عندك ومكالمه، في موضوع، الموضوع ده بلاش تتسرع وتاخد فيه قرار، وهيكون عندك مكالمه يا برج الاسد. المكالمه دي انت هترد عليها، بس لازم تكون جاهز للرد، عشان في كلام هيضايقك ويحرق دمك، في كلام هيضايقك ويحرق دمك. كل خطوه بتخطيها في حياتك هتديك انطلاقه جديده. انت بتتعامل مع ربنا، ما بتتعاملش مع العبد، انت بتتعامل بس مع ربنا، وبتقول انا بعمل معاكم الخير وانتوا بتجرحوني. ربنا هو اللي قادر على كل شيء، ربنا هو اللي قادر على كل شيء. بالنسبه للناس العزاب والمطلقات، انا شايفه لكم هنا امور حلوه هيبقى فيها تحسن، امور حلوه هيكون فيها تحسن. انت بدات تحب تقعد لوحدك، وبدات ان انت تحب تقعد مع نفسك، وبدات تحب ان انت تقول خلاص انا مش عايز حد يكلمني ولا عايز اكلم حد. انتوا صدمتوني وخذلتوني، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. في كلام بيريحك، في كلام بيريحك، انت بس محتاج جبر خاطر، حد يجبر بخاطرك. وعشان كده الجبر الخاطر هيكون عندك تغيرات حلوه، هيكون عندك مفاجاه حلوه باذن الله، فضل ربنا سبحان الله وتعالى، في مفاجاه حلوه. عايز اقول لك ان انت هيكون عندك شهره، او هيكون عندك شغلانه حلوه، او امور حلوه. النفور اللي بينك وما بين الشريك ده اللي انت حاسس من ما فيش سبب، ده بسبب سحر التفريق، بسبب سحر التفريق. طموحاتك عاليه، عشان كده هيكون عندك تحقيق هدف يا برج الاسد. طموحاتك عاليه، وعشان كده هيكون عندك تحقيق هدفك. عايز اقول لك ان انت هتنتصر وهتكبر وهتنجح، وهيكون عندك تفاعل، وهيكون عندك انطلاقه، وعندك تغيير في حياتك باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. عايز اقول لك ان كل مشاكلك دي هتتحل، مشاكلك دي كلها هتتحل، هيبقى عندك تغيير جذري في حياتك الفتره اللي جايه دي، عشان انت فعلا تستاهل كل خير يا برج الاسد. عايز اقول لك ان الثقه هتغير من حياتك كتير جدا. الفترة اللي جاية دي هتقدم لك انطلاقات حلوة، وهتقدم لك فترة جميلة. انت عندك تراجع في حاجات كتيرة جدا، وساعات بيبقى عندك تردد غير طبيعي، بتكون متردد، بتكون خايف تعمل الحاجة، خايف تاخد القرار، تندم من كتر ما انت اتخذلت ومن كتر الطعام، فانت بتبقى خايف قوي جدا يا برج الاسد من انت تاخد القرار ولان انت تعمل اي حاجة. عايز اقول لك كمان ان انت هيكون عندك مناسبة حلوة هتحضرها، المناسبة دي هيبقى عندك لقاء حلو مع حد حلو انت هتتعرف عليه، هيديك انطلاقه وهيحسسك بجد ان الحياه لسه كويسه، هيحسسك ان الحياه لسه كويسه. عشان كده هيكون عندك تغيير، وعايز اقول لك ان انت عدم الاستقرار اللي عندك ده باذن الله هيكون عندك استقرار حلو،
هيكون عندك استقرار حلو في حياتك وهيبقى عندك انطلاقة حلوة. اللي فات منك يا برج الأسد اركنه على جنب وركز بس على اللي جاي، ركز بس على الحياة لسه حلوة يا برج الأسد، وانت داخل على فترة جميلة، داخل على حصد، شوف الحاجة اللي بالك مشغول بيها هي اللي هتكمل على خير. اركن كل الطاقات السلبية على جنب، اركن الأركان، اركن الوجع، اركن الحزن، اركن كل الحاجات اللي معذباك، ركز بس على هدفك، ركز بس على حلمك، شوف ايه اللي ناقصك وكمله يا برج الاسد، وما تشغلش بالك بالاعداء، هم مستنيين سقوطك، وانت لو اديتهم الفرصة فانت خسرت كتير. ما تديش حد فرصة ان هو يلعب بيك يا برج الاسد، وخليك دايما متألق كده. ودايما بيقولوا ان برج الاسد هو اسد، اسد في مشيته، اسد في حياته، اخ اسد في قراراته. خليك متألق وخليك واثق من نفسك، ولو بتعاني من سحر ولا قرين ولا تبيع ولا اي حاجة اكتب تمة، يوصلك لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج. تحياتي.